القضية أن الكرة كانت ذاهبة. متابعي الكرام، السلام عليكم. الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح رشوة الحكم الكونغولي بعد إلغاء ضربة جزاء صحيحة للوداد أمام صن داونز الجنوب الإفريقي، هذا وعرفت مباراة فريق الوداد في نهائي الدوري الإفريقي ضد نادي صن داونز الجنوب الإفريقي حالة تحكيمية مثيرة للجدل من قبل الحكم الكونغولي جان جاك نادالا، وذلك في الشوط الثاني عند حدود الدقيقة 65 بعد حرمانه للفريق الأحمر من ضربة جزاء واضحة عقب إسقاط المهاجم سيف الدين بوهرا بدفعه من الخلف داخل منطقة العمليات. وطلب المدرب رمزي إلى جانب لاعبي فريق الوداد المغربي من الحكم الكونغولي الرجوع إلى تقنية الفار، وذلك للتأكد من صحة ضربة الجزاء، لكنه رفض الأمر بداعي أنه لا وجود لأي خطأ ضد المهاجم سيف الدين بوهرا. وقال الخبير التحكيمي جمال شريف أن الحكم الكونغولي ارتكب خطأ تحكيميا قاسيا ضد الفريق الوداد المغربي في لقطة المهاجم سيف الدين بوهرا، مؤكدا أنه من خلال اللقطة يظهر بوضوح أن مدافع نادي صن داونز الجنوب الإفريقي تعمد ارتكاب الخطأ من خلال دفعه المهاجم سيف الدين بوهرا من الخلف، كما أن زاوية الحكم كانت جد مميزة للرؤية، وأيضا المسافة الفاصلة بينه وبين هذه اللقطة قريبة جدا. واستغرب جمال شريف من عدم منحه لضربة جزاء واضحة للفريق الأحمر رغم كل هذه العوامل المساعدة لاتخاذ القرار الصحيح وتجنب ظلم أي فريق. وإلى هنا متابعي الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا دعم المقطع باللايك والاشتراك في القناة.